الله الرحمن الرحيم، أعلنت أكاديمية سكاي نيوز أريبيا عن إقامة مسابقة تهدف لزيادة عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. والآن مع زملائي جنى وشريف. بدأت مسيرتنا في مكتبة مدرسة البكالوريا عمان حين تعرفنا على شروط المسابقة. وبدأنا بالبحث عن متخصصين عن صناعة مسابقة الناجحة. قررنا نعمل مطاردة الكنز على الإنترنت، لأنه حسب المقالات اللي قرأناها لازم نعمل تفاعلية بين الناس وبين الأكاديمية. قررنا نحكي للجمهور والمتابعين عن المسابقة عن طريق صفحة سكاي نيوز أريبيا، والتي ستسلط الضوء على صفحة الأكاديمية، إضافة إلى البوستات باللغتين العربية والإنجليزية، والتي ستجيب عن أسئلة التساؤل من، متى، أين، كيف، ولماذا. وخلال مساعدة الصحفية والمدربة الزميلة نهى عمر في أكاديمية سكاي نيوز أريبيا، رح تعمل شير لهدول البوست عشان تشجع متابعينها يدخلوا على صفحة الأكاديمية. وعملنا بوست إضافية عشان نعرف المشاركين عن الأكاديمية والدورات اللي بيقدموها. وبالنسبة لشروط المسابقة رح ينزلوا على صفحة الأكاديمية. ما رح تكون مطاردة الكنز أو سكاي هاي كويست ضابطة من دون أدلة، اللي حيكونوا على شكل بوست، ولازم المشاركين يحفروا على الأدلة داخل البوست عشان يتعرفوا عليهم قبل سكاي هاي كويست. والدليل الأول رح يكون هذا الرمز بهذا البوست، ولا تنسوا تحفظوا الأدلة. الدليل الثاني هو عن الصحافة، رح نخبي هذا الرمز بهاي البوست. للدليل الثالث يرتبط بالتصوير، يجب على المشاركين إيجاد هذا الرمز في هاي الصورة. والدليل الرابع والأخير يدور حول مفهوم جرافيك ديزاين، وعلى المشاركين إيجاد هذا الرمز في هذا البوست. عملنا augmented virtual reality space، المشاركين بيقدروا يستعملوا إياه عبر الحاسوب أو عبر الهاتف. وكان تصميم الـ VR مبني على شكل استوديو تصوير للأخبار. ووضعنا أشخاص وأدلة افتراضية عشان نفرج التفاعل بين المشاركين والمسابقة لما يشاركوا فيها. نفس الأدلة الموجودة داخل الانستغرام بوست رح تكون موجودة داخل مطاردة الكنز زي القلب والكاميرا. الفائزين لازم يعبوا هذا الفورم عشان يستلموا الجائزة. وبالنسبة للجوائز، لجائزة المرتبة الأولى رح نعطي كورس مجاني من مجال ديجيتال ميديا. وأما جائزة المركز الثاني فهو خصم 50% لكورس باختياره من مجال الديجيتال ميديا. أما الجائزة للمركز الثالث فهو خصم 25% لكورس في مجال الديجيتال ميديا. ومع ذلك انتهت مطاردة الكنز سكاي هاي كويست. مع السلامة.